رجل عجوز طيب وامرأة عجوز تدهورت حالتها الصحية بسبب المرض. كانا دائما يجلسان وينظران إلى القمر وهو يضيء على النهر الذي ينساب رقراقا ونقيا. أنت بخير، تبدو مرهقا جدا يا عزيزي. لا بد أن نسترجع الخروف عزيزتي. لكنك تبدو متعبا ولا تستطيع ذلك، لن تستطيع أن تعيد الخروف. لا تقولي ذلك. النجوم جميلة ومتلألئة كما أن السماء صافية. هذا مدهش، انظر إلى نجم الدب الأكبر، يبدو واضحا جدا. عندما كنت صغيرة كانت عيناك كالنجوم وكان وجهك جميلا جدا. لقد كنت أجمل امرأة شاهدتها في حياتي كلها. لقد أخجلتني بهذا المديح، لكني جاد فيما قلت. أشعر بالبرد. لنعد البيت إذن. والآن حان وقت الدواء. أتمنى لك الشفاء، اشربي. والآن فلتنامي قليلا عزيزتي. أتمنى لو أنجبت صبيا لكان الآن يساعدك. لا داعي لأن تقولي مثل هذا الكلام. الصيادون يطاردون الحيوانات كل يوم، إنهم مزعجون. إنهم سيئون. سأحضر بعض الأعشاب المفيدة لكي أبيعها. أين أنا؟ يبدو أنني ضللت الطريق. ماذا؟ يا لهم من صيادين قاموا بإيذائك. لا عليك، فلتطمئن. هه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 
أتمنى من الله أن أتحسن كي أتمكن من العناية بزوجي. لماذا تنتظرينني في الخارج؟ احتجت للهواء النقي. على كل حال عدت باكرا، ما الأمر؟ خذي عزيزتي. ما الذي حدث له؟ ليلة أمس أصاب الصيادون هذا الطائر المسكين، شعرت بالشفقة عليه لذا أحضرته معي. إنه يحتاج للرعاية، من الجميل أنك أحضرته. اسمع صوته. تناول هذا الدواء كي تشفى يا صغيري. لماذا تريد الذهاب الآن؟ سأذهب لجارنا مسعود وسأعود سريعا، الجو بارد في الخارج. أدخل الآن عزيزتي. سيدي، ما الذي تريده؟ سيدي أريدك في شيء مهم. سيدي هناك رجل يريد رؤيتك. كم مرة يجب أن أقول لك إذا جاء فقير هنا عليك أن تطرده، أما إذا كان غنيا مترفا فأدخله. متأسف مسعود، هذا أنا يا جارنا. ما الذي تقوله؟ كيف تجرؤ على نطق اسمي هكذا مجردا؟ من أنت؟ ألا تعرفني؟ أنا صادق. ما أعتقد بأني سمعت بهذا الاسم من قبل، ذكرني بنفسك أكثر. إنني لا أصدق، لقد عشنا معا عندما كنا صغارا، لقد أخذت ذلك الكيس مني بعد أن جمعنا الكستنة، ألا تذكر؟ لكن أخبرني، ما الذي جاء بك إلى بيتي الآن؟ في الحقيقة أحتاج بعض الطعام، فزوجتي مريضة. هل معك نقود؟ أنا لا أريد الطعام مجانا، سأقايض الأعشاب الطبية بالطعام. لا أريد هذه الأعشاب الطبية، أريد فقط شايا بريا أو أبيض فقط، ولا أن أغرب عن وجهي. أصبح العجوز الطيب قلقا، فالأعشاب الطبية أصبحت عديمة الفائدة، وزوجته صارت صحتها سيئة. إلى اللقاء، اهتم بنفسك جيدا. وتعال أيها الطائر الأزرق، سأشتاق إليه، كان صديقا طيبا. الطائر الأزرق، لماذا عدت ثانية؟ أتريد أن ألحق بك؟ إلى أين؟ لا أستطيع الاستمرار، فأنا عجوز كبير كما ترى،
يا إلهي، لم أعلم بوجود مكان جميل كهذا في الغابة. شكرا لأنك أحضرتني إلى هذا المكان، إنه رائع. إنه ماء عذب، شكرا لك أيها الطائر. إنني لم أشرب في حياتي مثل هذا الماء، إنه بارد ولذيذ، والآن يجب أن أعود إلى البيت. غزال الشارد الذي أخبرتني عنه. أي تكلم سيدي، كان هنا منذ قليل. من هو هذا الشاب القادم إلينا؟ مؤكد رأيت وجهه قبلا؟ أنا لم أره من قبل، أعتقد أنه ليس من قريتنا. اصمت ودعني أركز كما صرت. زوجتي، لقد عدت. ماذا؟ عزيزتي، ألم تعرفيني؟ عزيزي، ما الذي جرى لك؟ لماذا أنت مندهشة؟ لا أصدق ذلك. إذن عدت شابا بسبب ماء النابع. بالتأكيد، لقد شربت من الماء الذي دلني عليه الطائر الأزرق وأصبحت بهذا الشكل. أمر مدهش. هل هذا حلم؟ إنني لا أعرف ما الذي جرى لي إطلاقا. ماذا؟ هل ما تقوله حقيقي؟ أجل حقيقي، لقد سمعت هذا بأذني، فقد كنت واقفا خلف الباب. أنا أريد أن أكون شابا وفورا. ترى هل سيعود شبابي لي؟ لا أصدق ذلك. سنرى ماذا سيحدث لك. اشرب الآن. إنه ماء لذيذ. انظري، لقد عادت إليك نظارتك. يا إلهي، إنني أبدو أصغر بكثير مما كنت. لا أصدق هذا، مستحيل. لقد عدت جميلة كما في السابق. لا أصدق، أمر مستحيل. أنت رائع. سيد صادق، ما الذي أتى بك في هذا الوقت؟ سيدي مسعود، إنه... أدخل حالاً وأخبرني، تفضل. أرجوك ابحث عنه سيد صادق. يا لها من مشكلة، لم يعد للبيت حتى منتصف الليل، إن الأمر خطير جداً. يجب أن نتصرف، ربما وقع بمشكلة كبيرة. لقد أخبرته بموضوع ماء النبع وكيف عدت شاباً. اهدأ، سأبحث عنه غدا صباحا وسوف أعثر عليه. شكرا لك. لابد أنه ذهب إلى نبع الماء. محق، حتما ذهب ليشرب من الماء الذي شربنا منه. هذا مؤكد، أرجو أن أجده.
مسعود. لا احد. مسعود. مسعود. مسعود اين انت؟ مسعود اين انت يا مسعود؟ لا اصدق هذا، كيف يوجد طفل في الغابة؟ اعتقد ان هذه لابد ان تكون ملابس مسعود. هذا صحيح، انظر اليها انها نفس الملابس، انظر. اذا هذا الطفل هو، انه مسعود عاد لطفولته ثانية، ما العمل؟ شرب الكثير من الماء، يبدو لطيفا جدا، يجب ان نعتني به. اصبح لدي طفل. كيف تحول الى طفل؟ ربما لانه كان جشعا، فقد شرب كثيرا ليصبح شابا صغيرا. على اي حال، فقد عادت للعجوزين نظارتهما واصبح لديهما طفل رائع. لكنني اتساءل اذا ما سيكون طفلا جشعا ام لا.